السلام عليكم، أهلا بكم في قناة معلومات متنوعة. أعطيكم اليوم كم معلومة مهمة قد استفاد منها في آيباد أبل، وهي عندما تريد تسجيل الشاشة تذهب إلى مركز التحكم على يسار الشاشة وهي هذا، وقاها معلومة معروفة، تضغط على هذا الخيار باللون الأحمر الذي يضيء باللون الأحمر وتقوم بتزيير الشاشة. وإذا كان غير موجود في هذا الخيارات تذهب إلى الإعدادات مركز التحكم والمزيد من عناصر التحكم، تضيف السميع مثلا اختصار تسجيل الاستخدام، الثاني تسجيل الشاشة ضايفة، الريموت أبل تي في، التحكم بأبل تي في عن طريق الآيباد. نعم، إذا أردت تعرف مثلا استخدامك للبطارية لهذا اليوم كم استهلكت، كم آخر شحنة وصلت آخر مرة، اليوم تم الشحن آخر مرة إلى 81%، وهذا كم استهلك البرامج من البطارية في اليوم، وإذا تريد آخر في اليوم، وإذا تريد آخر 4 أيام أو آخر أسبوع أو آخر 10 أيام، أيضا تظهر النسب، وهاي نسب مهمة في الحفاظ على البطارية طبعا.